اسمع صالح أفندي، توليب خانم ما بتقبل أبدا بهاي المشاكل يلي عم تصير هون بالقصر. لإمتى الخانم بدها تضل تتحمل مشاكل بناتك يا صالح أفندي؟ أنا كم مرة صرت محذرتكم إنه ما تدخلوا على القصر ناس بعمرهم وبحياتهم ما بيحلموا يفوتوا لهيك مكان. تقولي لي من هدول الناس اللي عم تحكي عنهم يا ست خالدة؟ جوري اهدي شوي. ما بدي اهدى بابا، مو من حقك أبدا تحكي بهالطريقة هي يا خانم. سمعتي؟ جوري أنت عم تتصرفي من حالك. إذا مو مصدقة فيك تروحي وتسألي الخانم عن كل كلمة حكيتها، لأنه الخانم اعتبرت إنه الإهانة اللي تعرضوا لها ضيوفها هي إهانة إلها، وبدها منكم ما تدخلوا هداك السكرجي على القصر بنوب، وقالت لي حذركم من هاي الشغلة. طيب توليب خانم معها حق، بس ما بتحكي بالطريقة اللي خالدة حكت فيها. بعرف إنه نحن لو سمحتي يا بنتي لازم تهدي شوي، فتحي عيونك وأذنيك منيح وانتبهي للي صار. انت حطيتي المحبس بايدك وعطيتيه وعد لمجد، بس هو سود لك وشك من اول لحظه، صح كلامي؟ طيب انت كيف رح توفي بوعدك؟ فكري منيح يا بنتي، لساكي باول الطريق، فيك تتراجعي. لازم ننهي هالقصة بقى، لازم ننهيها، هيك ما بيمشي الحال. بس ما بقدر على زعلك، ما بتحمل. مرحبا عمر بيك، انا جوري. اهلا وسهلا جوري. قلي انت مشغول شي؟ لا ابدا، عم بسمعك. انا بصراحة كنت حابة انه شوفك واحكي معك، بس يمكن ماشي انا شوي وبكون بالبيت. قلي لي انت وين. طيب معناها حاستناك جنب البيت. ماشي لكان بشوفك. بشوفك. خير شغلتي لي بالي. شوفي بصراحة ما اجت فرصة لحتى اعتذر منك عن اللي صار. تعتذري؟ ليش؟ مشان تصرف مجد، خجلانة منك عن جد. بعتذر وانا مو طالع بايدي اي شي غير اني اعتذر بالنيابة عنه وبس. بحياتك لا تجربي انك تعتذري بالنيابة عن حدا جوري. مو طالع بايدي شي عن جد. ما بعرف شو صار له مجد فجأة وجن. بلا بعرف الموضوع ما بيتعلق فيك أبدا، هو كان متضايق من أبوه كتير. صدقني هو منيح. صدقيني ما كتير بيهمني أعرف عنه شغلات جوري، بما أنه أنت يلي اخترتي فأنا متأكد أنه شخص منيح. شكرا لك. يلا بلا ما وقفك هون أكتر، بالإذن منك. أوكي جوري.